السلام عليكم. هيا وينهم كل كوجنا وينهم؟ شعمل فيكم رمضان؟ توا الأربعة ونص، عندي ساعتين ونص، ساعتين وأربعين دقيقة باش نعمل العشاء نتاعي. باش نعملو اليوم اللعبة الكل في الكوش، ماذا بيا هكا صبحت عين سبانيورا. فما شكون يقول عين سبانيورية؟ عين سبانيورا ولا عين سبانيورية؟ حسن باش نعمل عين سبانيورا اليوم، المرة الجاية تنعمل عين سبانيورية. الو اللعبة الكل في الكوشة اليوم، باش نعملو عين سبانيورا، نحطوها في بلاك، هذا سيبيون يدبل لار، نعملو معاها بون بولونجير وتور، نحط في الكوشة، كوشة تصنع جو، ونعملو لها تختوخ صوص طومات يبدا هكا فاوح بالثوم والكروية، جو أحلى جو، هذا يمشي طيب على روحه. هيا وين مجموعة العين سبانيورا هاي؟ باهي، يلزمنا 300 غرام لحم فرو. pour deux personnes d'ailleurs. Rouaille Sipsal, Sintin Flom, vous voulez faire carré de batata le pomme pour l'onger. Et il y a un souffle tout vite fait, parce que comme elle a fait, c'est là, c'est de l'âme terne. Pas tout fait, c'est pas tout joué, c'est bon. Attends, t'as dit, va rouler vite fait. كوشة نتاعي سخونة 180 دوغري، عابرة، جست، نحط فيها العين سبانيورا نتاعنا، والبطاطا، شوية بصل، نجمو راهو نحطو فيه شاي، أما فيه نتاع العين سبانيورا نجمو نحطو فيه شاي، البصل مع الموز لا حتى، أنا نحط البصل علاش؟ نحط البصل فيه ماء. يذوب في وسط اللحم يقعد اللحم تاعك ديما جوتو ما يشيحش. خوها شوية ملح فلفل أكحل البقر يا جماعة يحب التابل والتعوية طول شوية تابل الكروية وشوية هريسة عربي مش نحط في الجزيرة مش نحط هريسة عربي كهو قطرة زيت مش تحلي لفيها قطرة زيت نحاول نحط الهيسة نفرقها في اللحم الكل بعد ما نعجن هي باتي تاعنا مريقلة يزن العظم تو عظم مصموط حاضر جيو العظمة نحيو لها الاكستريميتي نتاعها نقصوها في زوز نحيو البلون هذايا تبدا هكا معناها باش تقصهم بعد تظهر العين معناها اصفر ابيض احمر بالطبيعة العظام هذايا ما لوحوش حاجتي بيه من بعد حاجتي بيه نعمل بيه سلاطة نقصو هكا نحيو الأبيض خليه ديريكت كي نجيو معناها نعملو حسابنا كي نقصو من بعد العين سبانيورا بالسكينة نجيو ديريكت في الأصفر فوالا بالطبيعة هذيا توش استيتيك معناها تنجم تحطو حتى عظمة كاملة هكا نورمال كيما الجماعة قبل كانوا يحطو عظمة كاملة أنا توا على كارت كي نعمل عين سبانيورا على كارت نعملها بالفدوكاي بالفدوكاي بعظم السمين
تجي مينيون الرونديل ومزيانه ومحلاها به نتاو تو نجيبو لاني مينيون باش نزيد هالتوش بيرسونيل لعين سبانيولا باش نحط لها جبن الكاودر اللي عنده بريير ينجم يحط اللي عنده ايمونتال شيدار المهم جبن بنين فوندون يزيد يعطيها بنة على بنة به نحطو الجبن على روح نجيو نهزو اللحم تاعنا حلوه لازم نشكو الخشينة ليبيسور تاع اللحم معناها يعني 1 سنتيمتر سي سيفيزون حلو ماكسيموم باش بعد كي نقلب على العظام يتسكر معناها يعني العظم كل تجي مغلفه باللحم هي هي الخدمة نتاعها معناها هذا التويكة باش نخدم كل شيء نحطها في الكوشة ولا في تطيب البطاطا طاب كل شيء خاطر اللحم باش يطيب قبل البطاطا يعني باش نحطو مع بعض فرد فرد بلاك نجيو الجبن خليو شويه سباس الحم من هنا من هنا من هنا خليو 1 سنتيمتر باش كي تسكرو وتبدا تطيب هاي الجبن ما يخرجش كي يذوب ما يخرجش تو نحط العظم تاعنا هذه هي والله كان صعيب قولوا لي حطوا لي كومنتات قولوا لي هاي صعيب هزوا هكا الاكس بيبيتين طلع المليون خلي يتسكر الحم على الحم لاني يعني حسيت بيه الحم جاف الحم دور الكل تو هذه مثلا اذا كان دورتها على اليمين هذه ندورها على اليسار بالعكس نكبسو ماكسيموم منسيسوش منقطعوش الألمنيوم هاي ذاك العين سبانيولا هاي دبيا صبولها شوية ماء سخون وتحطها تطيب على روحها أمانة مش نحطها تيب تو باش نحط خلطة البطاطا باش نحط معاها البطاطا كون بولونجير قصار رندلات مش خشان برشا مش جوايدين البطاطا اللي نقص معها البصل اللي قعد شيل البصل
أو ها شوي ملح فلفل أكحل ولا فلفل أبيض. اللي يحب يحط كركم اللي يحط، أما البون بلونجير تجي بيها ما تجيش بالكركم، أما نورمال بيسك تونسي نحطه نورمال. زعتر ولا كليل ولا الزوز، قطرة زيت ونخلطها، خلي فيها يدخل فيها مليح. بينا برشا برطة ديال الماء، جيبو البلاطة تاعنا نحطو البطاطا. نجيك البصل تاعنا نفتفت فوق البطاطا، نغطيها بالالومنيوم. هذه كي تجيب البطاطا صاي معناها الحمرا وصار، ونحطوها في الكوشة ونمشي نعملو التختوخ صوص طماطم. هي وين مجمعة التختوخ؟ نعمل صوص طماط تاعنا، لازم نشطي البصلة نصوص جويد، لكن هاي الاسبانيولا يظل ضابط يا جماعة، ريحتها طلعت جوست بفخة البطاطا هكا. هذا البصل تاعنا فيه الماء عشي الثوم، صوص طماط لازمنا الثوم هذيا، التختوخ التختوخ لازم الثوم. ثم خليوه باين ما تقطوه الجملة، نجمو تعملوه بالطماط كونسنتري، نجمو تعيبتين طماط فريش شوية زيت زيتونة مريقل صباح الأخير. أنا عندي شوية طماط بلي طاو، حط فيها شوية بازيليك و قطرة زيت زيتون، نحطو في الكوالا ونحط البصل والثوم تاعي. وندور الحومة الأخرى، نحطو الطماطم، خليوش الثوم يتحرق، لازم نحط الطماطم في راسك باش الثوم ما يتحرقش. ينقصو عنا فوالا شوية ملح فلفل أكحل كروية تابل، شوية كركم، انا مش نعملها مهمه خاطر صوص طماطه ذي طماط فريش فيها الماء بالصيد الماء نتاعها.
اذا كان عملنا طماط كونسنتري نعملها شويه مهمه. تخطوخ بتاعنا فريسك حاضر، نجي نشوفوه، هذا هو، غادي نغطيه على نار هادية 5 دقائق 10 دقائق ماكسيموم، ونطفي عليه، نمشيو نشوفو اللاين سبانيورا، نشوفو اللاين سبانيورا بتاعنا وين وصلت، هذا ساعة تخطوخ، صوص طماط، مريقلة، نطفي عليها. نشوفوا الكوشه تاعنا سخونه برشا، الحم باز طاب. بس نشوف البطاطا، البطاطا زاد مريقله، خليها تبرد شويه ونبرسيوها، ما نقصوش اللحم وهو سخون، خليوها على القليله تبرد ربع ساعه باش اللحم يشد بعضو، خاطر انا ما عملتش العظم نلعب لونديف لا حد شايف فيها، اللحم مفروم كهو ونقصو هاي وقاية. تشوف الريسيب تاعنا يعني نجحت ولا نجحت، ما عنديش شوارع داخل لازمها تنجح. الور هذي بردت شويه بالنسبه ليورا، سقطوها من الجو تاعها باش تضحك الواقفه، متنساش عليها باش متكسرش، مازال البيض خرج منها. أنا مازالت سخونة، ريحة مش نقولكم هايلة، شفتوها كي شادة روح على عظم لا حتى شي، تبدا مخدومة مليح، مكبوسة بالقدا بالألمنيوم، تجي شادة روحها بسيف عليها، توا نقصها، توا زين السايس وقصان، أنا منحبش قصة خشينة برشا، العين بتاعهم، عين ولا مانيش عين، الكل مش يجي اوكي، انا قنصيت فيها خاطرها سخونه، انتم ماذا بيكم تخليوها تبرد، قصوها بعد تحطها في الصحن مع صوص طماط، نجم تسخنها ولا تحطها في بواله مع صوص طماط تسخنها، المهم كي تقص تقعد شاده الفورمه، خاطر كي تبرد امبوسيبل تتكسر هذي، انا قنصيت فيها توا معناها باش متكسرليش. تقولوا ليش انا يا شيخ ما نجحتش بلاش عظم، هاكا نجحت، ما تتفتش، لكن نشوفها في الفورمة، والكل فيها جون، شفتوا الكل معين معنا، فماش واحدة فيها بلون برك، على خاطر كانت تفكر ناحية الحراف نتاع الأبيض نتاع العظم، هادي هي، نجيبو توا الماو فاش تدرسيه. الشيره
avec les enfants internes. Avec ces tomates. Oh, il y a un certain. Pas de choix, il y a un certain. شوية بركة فقط بالعيس بنيون نتاعها فقط جيت فيها الزيت ونجيب معون آخر نحطو هكا على الشيرة نصفي الصوص كيف كيف البطاطا نسيت ايش هاي البطاطا هاي شوية بصل هذي هاي هذي من طاليو عين اسبانيولا تاخدو خصوص طماط بون بولونجير ان شاء الله كون عجبكم هاي سالي